of Egyptians came down to the streets in nationwide protest. This uprising defies any definitions. People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية. انت بتذاكر ولا بتعمل ايه بالظبط؟ خليني احكي لك القصه ابتدت ازاي. ابتدت لما شويه شباب جدعان عشان يحاربوا الظلم والفساد والفقر. ميدان التحرير. انا قابلت مجدي عاشور في الميدان. مجدي عاشور هو احد اعضاء الاخوان المسلمين. كنت في يوم من الايام اتوقع ان نقف في ميدان التحرير متضامنين كلنا مع بعض؟ كان بالنسبه لي هتبقى صعبه. لو اخر نقطه دم طلعت مننا قوات مسلحه مش هيطلع طلقه فيهم. والرجاء اللي معاه حاجه يلمها خمس دقايق ولا حاجه بتكون على الله. الجيش خان الصوت. We did all of this in order just to remove him and put someone exactly like him in his place. لأن هي طبعاً حكايتنا محدش بيحكيها غيرنا إحنا. هيقول ليه ده في حرب في الميدان؟ دي مش صورة لا. The army has killed us, has tortured us, and the people out there know that. الإخوان عاملين زي صفقة مع الجيش. هو السيد محمد مرسي عيسى العياط. تعرف يا عمران دي؟ أنا بحبه لكن بكره جماعة الإخوان المسلمين. حق الإخوان يقفوا مع المجلس العسكري، المجلس العسكري اللي قتل شعبه، خدوا الميدان واعملوا اللي أنتوا عايزينه والثورة جاية غصب عن أي حد. ما تبقاش بره.